المجلة الرياضية ملفات أخبار وقضايا رياضية إعداد وتقديم إدريس مكرو. السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى بكل مستمعي دعاة فاس الهد المعد الرياضي معكم الحدود منتصف النهار. في المواد ديالو طبعا الحال غنوقفوا على اهم المخلفات ديال الدوره 17 من بطوله القسم الاول لكره القدم الاحترافيه، ثم ننتقل الى مجال اخر يتعلق الامر تحديدا بمجال فنون الدفاع وتحديدا رياضه الكاراتي، اللي حيث احتضنت مدينه فاس امس البطوله الجهويه لهاد اللعبه بالنسبه للفئات ديال الشبان الفتيان والامال. ثم كان هناك مجال اخر دائما في اطار فنون الدفاع، سوف نستقبل من خلاله سي محمد الطالبي احد الخبراء الدوليين في رياضه فنون الدفاع، ولكن في نفس الوقت هو خبير دولي بصدد احداث واحد الاكاديميه خاصه بما يعرف بالسيف العربي. اذن كما سبقت الاشاره الى ذلك، فطبيعة الحال تنظمت نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من التظاهرات الرياضية. طب الحال كما ذكرنا فغيكون البداية كما ذكرنا، فنستقبل من ألمانيا سي محمد الطالبي خبير الدول في رياضة فنون الدفاع، وأيضا في إطار إحداث واحد الأكاديمية بما يعرف بالسيف العربي. سي الطالبي مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ. ليش وعلى خير؟ صباح النور. طيب السي طلبي تمعنا عبر أثير مباشرة، تقدمنا المدينة تحديدا في ألمانيا، وأيضا تحدثنا شوية على السيرة الذاتية ديالك في المغرب، كيفاش كانت الانطلاقة ثم الوصول لهاد عاد نجيو نتحدثوا شوية على الأكاديمية. تفضل السي طلبي. أهلا وسهلا بكل المغاربة. الحمد لله، محمد طلبي من مدينة فاس، مواليد 1960 من مدينة فاس طبعا. وحصلنا على البكالوريا في سنة 83 في فاس. ودرست اللغة الألمانية وأدبها. خرجت من المغرب سنة 89 إلى ألمانيا، كنت مارس رياضة الكاراتيه في المغرب وطبعا في فاس، حصلت على الحزام الأسود من الدرجة الثانية في فاس. النادي اللي بديتي معاه سي طالبي، النادي اللي بديتي معاه والأساتذة اللي وشحال دوزتي تقريبا في هذه الرياضة في مدينة فاس؟ انا بديت تقريبا 6 سنين في نادي الشباب اللي كان في ساحه الاطلس. ومن بعد مع الاستاذ البناني اللي كان في الجامعه في ساحه ديال لومبير في لافياط. ثم بدينا كان كبدايه مع الشباب المغاربه قديم، واحد اصدقاء من واحد الجوله اللي كان برز فيها الكاراتيه في المغرب واحد الجوده عاليه وتشريف كريم. ولما حصلت على الدرجه الثانيه دخلت لألمانيا في سنة 89. ولأن كان حاصل على الدرجة السادسة في لعبة الكاراتي. يعني الشوتوكان. الدرجة الرابعة في الكيك بوكسين، والدرجة الرابعة يعني الحزام الأسود الدرجة الرابعة في الأيايدو ما يخلق لنا السيف الياباني. والأيايوتسو، والدرجة الرابعة في الأيكيدو. وعندي هنا تقريبا من سنة 93 سنة 92 مدرسة هنا، مدرسة الطالبي لألعاب دفاع النفس. وهي رياضة ومدرسة تشرف على مختلف الرياضات التي أنا حاصل على الحزيمة فيها. وطبعا بالنسبة للشباب من سنة أربع سنوات إلى ما يفوت يوصل إلى 100. وطبعا مدة طويلة في المغرب اللي دوزنا فيها رياضة الكاراتي. كاين شي وليدات ديال المغاربه تما اللي كيمارسوا سي طالبي؟ كاين شي وليدات ديال المغاربه تما؟ يا عندنا بزاف، عندنا مشاركين مغاربه الحمد لله، الاطفال كثيره بالنسبه للشباب المغربي اللي هنا يعني تاج لهذه الرياضه. وهذا واحد الهدف يعني اجتماعي، اللهم انهم يدربوا حاجات يعني مع تعرفهم التربيه والخلق والاحترام احسن ما يعني يوصلوا مع لان هذا مشكل بالنسبه للجاليه المغربيه في الخارج، الحصول على والحفاظ على تربيه ابنائها، وهو ما يزيد في التربيه الخلقيه والرياضه تدعم هذا. نعم، مازال امتداد الاسري هنا سي طالبي، مازال كتجي شويه ما بين الفين والاخرى هنا لفاس؟ غادي نقدم ان شاء الله هذا الصيف، هذا غادي نجي المده ما دخلت لفاس وان شاء الله غادي. شحال تقريبا ديال الوقت ما جيتيش فاس؟ شحال الوقت ديال الوقت ما دخلتيش؟ من تقريبا 2005. نعم. بالنسبه للعائله فين كاينش من حي؟
الا عندي العائله في زواغه تركن سوده. نعم. الوالده مازال الحمد لله على الحياه في زواغه، والاخ ادريس ان شاء الله كنحييه ونحيي الوالده اللي راهم تما يسمعوا حتى هما في بن سوده. نعم. طيب زواغه تركن سوده. نعم. طيب سي محمد الطالبي، طبعا الحل من بعد الطلب ديالكم اذاعه فاس كتنفتح مدام ود مدينه فاس، فالجديد عندك بالاضافه لكل هذا الفنون ديال الدفاع اللي ذكرتي، كاين هناك تبارك الله الكاراتي، الاحزمه، كذلك بالنسبه للدراجات، بالنسبه للايدو، مختلف فنون الدفاع الاخرى. تكلمنا شويه على الاكاديميه الجديده وهذا النوع الرياضي الجديد المتعلق بالسيف العربي، كيفاش يعني جات هاد الفكره ديال احداث هاد الاكاديميه وتحديدا تسميتها تحديدا بهذا الاسم ديال السيف العربي سي طالبي؟ قبل ما ندخل لهذا الموضوع، نعم. اولا انا حصل على رقم قياسي ولا ثمان ارقام قياسيه في لعبه لاكاس ما اسمها البروكتيس، نعم. وعندي رقم قياسي مسجل هذه تقريبا 13 سنه في كتاب الارقام القياسيه العالميه. بعد هذا الانتهاء لاكاس، نعم. اكتشفت ان عندي كالمايسترو يعني مسمى بالمايسترو هنايا، يعني تكون واحد الشهاده، نعم. الجامعه الدوليه لألعاب الدفاع عن النفس. وبالنسبه للايايدو، الايايدو، نعم. يختلف عن السيف العربي، ويختلف عن الايايوتسو، نعم. اليابانيين، وهذا كنت درسوا معنا كثير من الاساتذه اليابانيين، وهنا يعني رمزنا ان نذكر الاستاذ شيراي، الاستاذ كازي، الاستاذ نوايدا، وسايكل توياما، الذين هم يحتملون على الدرجه الثامنه والتاسعه والعاشره في رياده السيف ولا الايايدو والايايوتسو في الرياده اليابانيه. ولما تم فكره باحداث وتاسيس الاكاديميه للسيف، فن السيف العربي، نعم. نلاحظ ان السيف الياباني يختلف عن السيف العربي، نعم. وما مختلفاته، كيف تمكنت العرب قديما، نعم. يعني في مده قصيره وقصيره بعد يعني 630 بعد الميلاد، انهم يحتلوا او انهم ينتشروا الى ما يأتي الى اوروبا وافريقيا الى اسيا. يعني هناك اختلاف، ليس لهذا لا داعي بنشر الاسلام وكذا، نعم. وانما هل له من سر حتى ان اللقاءات مع السيف العربي او السيف الاوروبي او السيف الياباني حتى الافريقي، كيف كان اختلاف هذه المفاوضات؟ يعني هل هناك اسلوب جديد، نعم. في الحرب في هذه المشكله المعارك اللي وقعت؟ وهذا انا لما حصلت على السيف العربي من هنا كاسلوب للرياضه، درسناه بانه بحركات خاصه تختلف عن رياضه الايايدو والايايوتسو، وهذا ما كان ينقصه هذه الحركات الاسيويه. ونحن الحمد لله ندعمهم بهذه الحركات الجديده بفن السيف العربي، نعم. وهو يختلف عن اسلوب الايايدو الياباني المعروف عندنا في اليابانيه. نعم نعم. وبعد طيب. الدروس تقريبا سنوات ولا من سنوات لفن السيف الياباني، تمكنا بنلاحظ الاختلاف، ان هناك نقص وشعور ان السيف العربي له ميادين اخرى. نلاحظ ان في جميع المعارك التي قامت ان الاسلوب السيف الياباني عنده ثلاث اساليب: الضرب الافقي، نعم. او الضرب العمودي، او الضرب الجانبي، نعم. الا ان بعدما ان السيف العربي وهما الذين خرجوا الضرب ما يسمى بالنصف الدائره، نصف الدائره يسمى بالقمر، نعم. لان عندنا القمر الشهري، نعم. وهذه الحركه تميز وتمتثل مع الحركه مع اللغه العربيه التي نكتب من اليمين الى اليسار، نعم. وما ان الياباني يكتبون من الافق الى الاسفل، فارتكزوا على حركه السيف من الافق الى الاسفل او العمودي والافقي. اللغه العربيه تتميز على ركوز الثانيه اساليب جديده، وهي اننا نلاحظ في العلم الذي كان يحمله المجاهدون ولا العسكريون قادما، نعم. الا ان بعد صدور السيف العربي هو اللي خرج لنا القمر والنجم النجمه، نعم. بالنسبه للاوروبيين كان عندهم ان يعني الصليب، كان يعني لو ان نلاحظ الصليب يعني هذه الحل بلوس،
يعني ضربة عمودية وضربة يعني نعم. حركة أفقية. نعم. طيب 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 سي طالب اللي سمحتي لي يعني هذه صورة انتدبها اللي هو يعني لصاحب الفكرة دي للسيف العربي. نعم. نعم. طيب بالنسبة للآفاق المستقبلية من أجل نشر هذه اللعبة واش كاين شي آفاق على الأقل تنسيق مع الجامعة الملكية كنعرفوا بأن المغرب الحمد لله تقريبا واحد العامين فولات الرياضة ديال الأيكيدو والأيدو الفن المشابهة ولات جامعة مستقلة بذاتها هذه واحد العامين تم خدوا الاستقلالية ديالهم واش كتفكر يعني اللي تدخل يعني المغرب يعني تنسق يعني مع الناس ديال هذه الجامعة وبالتالي نشر محاولة يعني أيضا إدخال هذه اللعبة انطلاقا من الفكرة ديالك بالتنسيق مع الناس ديال المكتب ديال الجامعة ديال الأيكيدو ديال الأيدو سي طالبي. اولا هذا شرف خاصه بان هذه رياضه فن السيف العربي وسميتها فن السيف العربي وهي رياضه مشموله محفظه قانونيا بما بكل الحركات حتى لا تزيغ بين الالسنه وتريد ان تكون رياضه عشوائيه وشعوائيه فهي محفظه بكل الحركات بقانون التدريب قانون التحكيم والمقابلات والبطولات والمشاركات والاحزمه حتى فرق الأحزمة نحن في هذا الفن السيف العربي المسلمي فن وليس حرب السيف فن السيف له أسس أخلاقية رياضية ثقافية صحية بيداغوجية وديسبلين الاحترام وكل شيء ما يتكل عن الرياضة الأكاديمية وهذا أساليب الأكاديمية التي تم الاعتراف بها هنا في ألمانيا وهم جد حساسين نعم الفضل هذه الرياضة فكل أن أي رياضة من ألعاب دفاع النفس سواء التايكوندو أو الكاراتي أو الجودو أو التايشي اليوغا لهم الفضل أن يشاركون أو أن يمكنهم أو تعليم هذا الفن لأنه تعليم زائد فائدة عن الحركات التي يقوم بها التايكوندو فهذا أسلوب الجديد بالنسبة لكل الجامعات المغربية نحن نفرح بأي لقاءات مفتوح بكل أي لقاءات أو مشاورات لإدراج هذه الرياضة ولنا فقط أن تنطلق هذه الرياضة من المغرب يعني طبعا تم تسجيلها في عدة جامعات دولية معترف بها كقانون ورياضة وأنا من خالف أن السيف العربي أي عنده قانون خاص كرياضة وأسلوب واتفاق مع كل الجامعات ولا يمكن هذا تدريس هذا الفن إلا برخصة من الأكاديمية أو تصريح من الأكاديمية. نعم. دك نشكرك سي طالبي. طب تحل غادي نسقوا مع الإخوان ديال الأيكيدو ديال الأيدو باش يتواصلوا معك على الأقل باش يشوفوا كيفية يعني نشر هذه الرياضة هنا بالمغرب بعد تخصيص واحد اللقاء اللي غيجمعكم من أجل أيضا يعني باش المحافظة على هذه الفكرة وأول خطوة تكون هنا في المغرب من أجل استقطاب هذه الرياضة. كنشكرك مرة أخرى سي محمد الطالبي كنت معنا من ألمانيا من خلال هذه الرياضة الجديدة الإحداث ديال الأكاديمية ديال السيف العربي طب الحل اللي هي مغايرة على ما يعرف باليايدو أي السيف الياباني. كنشكرك على كل التوضيحات ومزيد من التوفيق والتألق ومع المستجدات فغنقول نتواصلوا إن شاء الله بإذن الله. شكرا مرة أخرى سي الطالبي. تحياتي وكل تحياتي من السلامة. شكرا. إذا نمشيو للمجال الآخر تحديدا مجال كرة القدم تحديدا آخر الأخبار المتعلقة بمدينة فاس تحديدا مجال كرة القدم هو المغرب الفاسي في طريق الانفصال مع المدرب شارل روسلي بحال هذه آخر الأخبار اللي استقيناها ما يزيد عن 90% هذه أخبار مؤكدة يعني الإجراءات فهي قائمة هذه آخر الأخبار هادشي كيجي من بعد يعني النتيجة اللي حصل عليها الفريق في الديربي اللي تنظم السبت الماضي وانتهى بالتعادل بين الفريقين. إذن المستجدات فعصفات وكذلك بالنسبة للترتيب ديال الفريق ولا بالنسبة للوداد الفاسي فعجلت ربما بالتفكير في الانفصال على المدرب شارل روسلي. المباراة طب الحل اللي عرفت أيضا عدم الرضا ديال الجمهور اللي كان حاضر في هذه المقابلة. إذن استمعوا يعني الجانب من الجمهور استقاه الزميل الصحفي سي محمد عبد الكبير جبير مع الجمهور. واخا تجمعهم بجوج ما يعطيوكش فرقة جوجهم شتي هذا رأيي جمع الواف والماط ما يعطيوكش فرقة رأي ديالك الجمهور؟ الجمهور ما كيتساهلوش لا هاد الفرقة ولا هاد الفرقة ما كتستاهل هاد الجمهور الجمهور كبير على هاد الفرق وضعية مأساوية لواحد الدرجة ما كتصورش شنقول لك حتى الهوات ما لا هوات ولا محترفين ولا هذا هادو ما كتستاهلوهمش وحنا كنجيو هاد مع الوليدات هنا
وطما نخليو الوليدات يطلعوا يديروا الشغب، حنا كنجيو كنحضيوهم، اما ما كيشرفناش كاع باش نحضروا لهم لا الواف ولا المص. كما كنشوفوا اداء دون المستوى، لا فريق المغرب الرياضي الفاسي ولا فريق الوداد الفاسي ما كتلتقاش التطلعات ديال الجمهور، وغير ضيعنا وقتنا وجينا نتفرجوا، ما كانش خصنا نجيو صراحه الله. ضيع الفريقين بجوج وتاثير ما كاينش تاثير في المستوى، ما كاين انتدابات، ما كاين تاثير، ما كاين حتى شي حاجه صراحه الله، يعني ما شفناش شي حاجه اللي كتفرح كاع في مدينه فاس. وهذا بجوج بهم واقيلا هذا العام ان شاء الله الدوزيام سيري. الحضور الجماهيري ديما هذا هو المستوى ديال الحضور الجماهيري، الجمهور ديال فاس مقاطع الديربي، والجمهور ديال الماس ما كاينش في التطلعات. الاقسام الدور الاول وغادي نجيو بحالنا. مقابله زعما ما رقاتش للمستوى اللي كان كينتظرها الجمهور، وما كاينش شي كلمه باش نوصف هذه الرتابه هذه. يعني اغلبيه الجمهور ندمان اللي ضيع وقته وضيع فلوسه باش يتفرج بحال هذه المقابله. بزاف د العوامل، يمكن شي كيمسحها بشي، المكتب كيمسحها بالجمهور، الجمهور يمسحها باللاعبين. العامل الحقيقي راه هو التشتت والفكاك، الناس ما كيبغيوش هذه الفرقه. كانت الناس كتبغي هذه الفرقه راه غادي يضحي، وما بقاش نسول انا في الفلوس ولا في شكون اللي جد رئيس ولا شكون نائب الرئيس، غنخدموا كاملين نيت ديال الفرقه اجي نقسموا الحصيص. هذا العام طيح الفرقه دون المستوى، واللعاب هذوك ديال الهواد اللي عنده النصيره يلعب على البطوله صافي نلعبوا هذا الطيح. هذا العام حاجه واحده اللي نقولها هي الله ياخذ الحق في اللي وصل لمصل هذا الشيء. انا تقدر بس وقت ديما الحضره ديما كاينه في مساندة الاخر، ولكن الفرقه ماذا ما طلع خاص الكوميتا كامل خاصو يراجع الاوراق ديالو. الا ما صلحوش الوضعيه دابا راه كل شيء يمشي، كل شيء ضايع، ما كاين حتى حاجه. اذا كان هذا جانب من الجمهور طبعا اللي حضر الديربي الفاسي مؤخرا السبت الماضي، وطبعا هذا عدم الرضا ديال الفريقين. الوداد الفاسي كان اقرب يعني الانتزاع واحد ثلاثه ديال النقطات اللي كانت غتزيد به شويه في الترتيب للامام، ولكن للاسف بعد ضربه جزاء من طرف الغازوفي فضيع الفرقه. الحل هذا هو هذه كره القدم تحديدا فيما يخص ضربات الجزاء. نسمى بالخصوص مجموعه من اللاعبين الفريق الوداد الرياضي الفاسي. خويا النتيجه كانت تتكون لصالح الوداد الفاسي، كما شتي جات ضربه الجزاء في اخر الدقائق، الكره هي هذيك كتماركا كتراطا، الحظ ما كاينش. يعني كان الحضور ديالكم داخل المقابله، ولكن كانت تتقسم النتيجه، يعني الاثم ديال الفريقين ما كانش حاضر، ولكن كنتوا حاضرين يعني كفريق ديال الوداد الرياضي الفاسي. النتيجه التي خانت تحديدا من خلال ضربه الجزاء اللي تحت كان الوداد الفاسي كان قريب باش يحقق الانتصار، ولحد ما ساعدش كما قضيه كره القدم. بصراحه الديربي ديال الفاسي كتنقصو شويه ديال التشويق في المدرجات. فريق المغرب الفاسي عنده جمهور وتيجي يساند الفريق ديالو، وخا النتائج غير صالحه للفريق، ونتمنى من جمهور فريق الوداد الفاسي هو يجي ويساند الفريق ديالو. البطوله مازال فيها عده مباريات، وان شاء الله احنا محتاجين الجمهور باش يعاوننا باش نزيدو نعطيو. الحمد لله كي شفتوا المباراه اليوم، فمباراه كانت لا باس بها، لا باب الطريف محاوله جاتنا ضربه جزاء ما استغنيناهاش، وكره القدم هي هذه. نتمنوا من الله نداركوا هذا التعادل في المقابله الجايه ان شاء الله. بالمقابله القادمه وكي كتعرف المقابله القادمه امام مغرب التطواني، فهي مقابله تكون صعيبه بحكم فريق مغرب التطواني كيلعب على البطوله، وحنا هذه مباراه ثانيه والثالثه اللي جمعنا في البلاد، ومازال ما حققنا حتى انتصار. فنتمنوا من الله نخرجوا بواحد انتصار اللي خلينا نصعدوا شويه في الصفوف الاماميه ان شاء الله. شكرا. الرمش ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم. كما شاف الجميع فمقابله الديربي كتعرف واحد الطعم خاص ديالها، ما كتاخذش بعين الاعتبار الترتيب ديال الفريقين. الحمد لله حنا قدمنا مجهود، وكنشكر اللاعبين على هذا المجهود هذا اللي قدموه. ما جابش الله، وكنتمنى نعوضوا المقابلات الجايه ان شاء الله. في الحقيقه ما راضيش، ولكن حنا كنديروا المجهود ديالنا باش نحاولوا نخرجوا من هذا التقوقع اللي كاين في مؤخره الترتيب، وكنتمنى من الله باش يوفقنا في المباراه الجايه ونحسنوا الوضعيه ديالنا في الترتيب. بالنسبه للحضور الجماهيري واش ما كانش يعني اثرش عليكم شويه نفسانيا؟ لا بالعكس، فهو كان حافز لنا وشجعنا باش نقوموا بمجهودات، والحمد لله على هذه النتيجه، وكنتمنى من الله باش نتوفقوا في المقابله الجايه ان شاء الله. إذا كانت هذه التصريحات ديال كل من ساهل الدحماني وأيضا الرمش في صفوف فريق الواف. طب الحل المغرب الفاسي فهو ناور من جميع الجهات رغم النقص العددي بعد طرد ديال أحد اللاعبين ديالو، إذا ولكن النتيجة اللي ما خدمتش المصالح ديالو تحديدا. نسمع بخصوص الحارس عزيز الكناني.
اول حاجه نبغي نقولها انا واللي ما عجبانيش هو التوقف ديال شارونت ديال البطوله. اول حاجه هو الريتم ما غاديش يكون في المستوى اللي غادي يتسناه الجمهور اللي جاي يتفرج. نطلب من الجمهور انه يسمح لنا على هذا المستوى اللي كان ما راجعش اللاعبين وراجع القله التنافسيه ديالهم. بالنسبه لنتيجه التعادل انا كنشوف فيها باللي راضيه الطرفين، ولكن راضيه الطرفين بالنسبه المغرب الفاسي كان ناقص بلاعب واحد يعني فهمت عجبك راضيه الطرفين انه كنا مكتملين الصفوف كنا فزنا في المقابله وخدينا ثلاثه ديال النقاط ديالنا، ولكن ما جابش الله تيسير الحمد لله. ضيع ديال ضربه الجزاء ديال الوافق واش كان؟ هو ضيع ديال ضربه الجزاء ديال الوافق خلانا نزيدو ندخلو في الماتش اكثر وعطى الدراري شحنه اضافيه باش ياخذوا باش اوما يركزوا على ديك النقطه باش ياخذوها، وفي نفس الوقت غادي يخليو الواف ورانا ما غادوزناش. بالمقابلة الجاية إن شاء الله بإذن الله. المقابلة الجاية أنا نظن بلي ما غاديش هذه التركيبة البشرية اللي غادي تلعب، راه كاين مجهودات من طرف مكتب المسير باش يقدروا يلعبوا اللاعبين كاملين، ولكن الجامعة أنا ما عرفتش شنو غادي تقول لهم في هذا الشيء، ونتمنى من الله اللي غادي يكون حاضر اللي يدي واحد المقابلة في المستوى، برغم أن المقابلة ديال الرجاء البيضاء مقابلة صعبة، كلشي كيعرف المردود ديال اللاعبين ديال الرجاء البيضاء اللي كنت أنا لاعب سابق ديالو، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للمغرب الفاسي. من كرة القدم إلى مجال فنون الدفاع مرة أخرى، تحديدا التظاهرة الجهوية نظمتها عصبة الشمال للكاراتي بقاعة عين عمير بمدينة فاس. البطولة الجهوية فيما يخص تباري فردي لفئة الثلاث اللي هي الشبان الفتيان وأيضا الأمل. طب حنا نمشيو نستمعوا بهذا الخصوص السي محمد صالح رئيس عصبة الشمال للكاراتي. شكرا بادئ هذه بدء الشكر للموصول لمحطة إذاعة فاس الجهوية على المواكبة ديالها لرياضة الكاراتي، خصوصا كيجي هذا النشاط في إطار تنفيذ البرنامج الجهوي ديال العصبة بتأهيل الأبطال اللي غادي يخوضوا نهائيات البطولة الوطنية في فئة الفتيان والشبان وفئة الأمل. والبطولة اللي كتعرف مشاركة تقريبا 190 مشارك من جميع ربوع العصبة، واللي كيشاركوا فيها بعض العناصر اللي هما عندهم مستوى عالي، وهذا اللي غادي يرفع من الكفاءة ومن التجربة ديال الأبطال الآخرين. والحمد لله كيف كنلاحظوا أن هناك كاين مشاركة مكتفة، الشيء اللي غادي ينعكس على الفريق الجهوي اللي كنوجدوا إن شاء الله في نهاية مارس غادي تسمح لنا واحد الدوري اللي سميته أنتر ليغ ديال فاس، واللي غادي يعرف مشاركة عدة عصاب على المستوى الوطني. ولهذا غادي ناخذ ان شاء الله اليوم فريق قوي باش نخوضوا هذه التجربه، في نفس الوقت غادي ناهلوا العناصر اجود العناصر اللي تمكننا في البطوله الوطنيه ان شاء الله. في صالح شحال تقريبا ديال المتاهلين اللي كيتاهلوا للبطوله ديال بلعوس؟ بالنسبه لهذو ثلاثه الفئات غيتاهلوا اليوم 14 الوزن، اربعه عن كل وزن كيتاهلوا للبطوله الوطنيه، الشيء اللي كيعطي تقريبا كشف المنافسه على المستوى الوطني في حدود 96 عنصر في كل مجموعه. وهذا كيتطلب واحد القدره على التنافس باش يفرض راسو البطل على المستوى الوطني ويدير بلاصتو في الفريق الوطني. تقريبا ديال العناصر فيما يخص التحكيم المراقبين الطاقم ديال التظاهره كيتكون اولا 32 حكم، عندنا في التنظيم عندنا 8 الاخوان في اللجنه ديال التنظيم، بالاضافه للجنه الاداريه واللجنه الرياضيه اللي تيشرفوا على التدبير الاداري والرياضي ديال التظاهره. وكنحرصوا على الشفافيه كيف كتشوف في اداره المقابلات من خلال العرض ديال النتائج على الشاشه، لا من ناحيه ديال الوقت ولا من ناحيه ديال النقاط اللي كيتسجلوا، وهذا كيعطي يعني التكافؤ في الفرص لجميع الابطال باش يعطيوا احسن ما عندهم. اذا بموازاه مع تنظيم كل هذه التظاهرات فكيمشي ايضا كاين هناك برنامج فيما يخص التحكيم ايضا التكوين والامتحانات. نسمعوا بهذا الخصوص الاساتذه كل من السقاط اليوبي وبالمليح. السقاط عبد الملك رئيس لجنه التحكيم سابقا وعضو اللجنه الحاليه، وبصراحه حاليا يعني عندنا واحد الطاقم اللي هو يعني لا يسهل به على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، كيتمثل في رئيس لجنه التحكيم الحاليه سي سكوري، اللي هو يعني بصراحه قايم واحد المجهود اللي هو يعني دولي بالحضور ماديا ومعنويا من تمثيل الجامعه وتمثيل عصبه الشمال. عصبه الشمال من يعني من الاوائل في التحكيم على الصعيد الوطني، وعندنا تجديد وعندنا ثقه في هذا الشباب في المستوى الحمد لله. كتحط تقريبا كاين ديال الدوليين هنا في على مستوى العصبه ديال الشمال اللي حاليا اللي قاطنين في مدينه عصبه الشمال، كاينين سي سكوري وكاين سي داوود قاطن بفرنسا، ولكن التكوين ديالو هنا في عصبه الشمال. محمد اليوبي
رئيس سابق عصبة الشمال، أمين مال سابق الجامعة الملكية المغربية للكاراتي، حاليا سنرأس اللجنة ديال التكوين. بكل صدق وانطلاقا من التجربة اللي عشتها على مدى السنين، طبيعة الحال هناك واحد التقدم ملحوظ لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المحلي. بالنسبة وطنيا كاين مشاركات دولية تتخدي الفريق الوطني بشكل مستمر، والنتائج اللي كيحصل عليها المغرب نتائج الحمد لله مشرفة. كاين هناك واحد تبلور تبلورات العملية ديال التنظيمية ديال منظومة الكاراتي في المغرب، كذلك على مستوى الوطني تكوين حكام، كذلك التربصات اللي كتقوم بها الفرق الوطنية. على المستوى الجهوي بطبيعة الحال نظرا للتراكمات الإيجابية اللي عرفتها العصبة، وكذلك توفير البنية التحتية على مستوى القاعات، فبطبيعة الحال في الوقت اللي كان عندنا احنا غير قاعة واحدة، في الوقت اللي كنت انا رئيس كانت عندنا غير قاعة واحدة في فاس، كنتعبوا باش نحصلوا عليها. الحمد لله حاليا كاين واحد المجموعة القاعات، واحد المجموعة ديال الجامعات، يعني هذا الجانب ساهم في تطوير رياضة الكاراتي على المستوى الجهوي. فيما يخص التكوين فالعصبة الحمد لله عندها أطور لا يستهان بها حاليا، واليوم راه المجموعة ديال الحكام ديالنا في الجهة ديال فاس بولمان يعني تم استدعائهم من طرف عصب أخرى، رغم أن عندنا نشاط، فهذا يعني أن كاين الحمد لله ما يخصنا اللي كيخصنا ديال الأطر متوفرة. على مستوى البرمجة مبرمجين واحد التكوين بتنسيق مع الشبيبة والرياضة، وكذلك مع الأكاديمية الجهوية والتربية والتكوين، باش يكون باش يتمكن المدرب ديال الكاراتي من بيداغوجيه، من كفايات، من تكون كقيمه مضافه اضافه للتكوين ديالو التقني. محمد المليح رئيس لجنه الامتحانات عصبه الشمال، وبالنسبه للامتحانات الحمد لله الجامعه واخده على العاتق ديالها بان الامتحان ولا يدوز صارم ولا يدوز مستوى. كاين واحد ستاج كيكون وطني وحنا كنديروه جهوي قبل ما يطلع الابطال تما يدوزو، كنديروه جهوي باش كيكون تسهيلات في الامتحان، باش ديك البطل كيدوز واحد الامتحان، لان ولا قانوني هادشي ديال الامتحان ما بقاش غير كاطا ولا رئيس الامتحانات الوطنيه دير واحد البرنامج ماشي به الجامعه، كذلك العصبه ماشي بديك البرنامج ديال الامتحانات. اذا لا شد ديك السيد البرنامج ديال الامتحان كيطبقوا على الصعيد الوطني وكيحرز على الحزام الاسود او الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه. إذا إلى هنا إخواني أخواتي نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج المجلة الرياضية، نلقاكم في مناسبة قادمة. نقول لكم تحية فريق العمل، الأخت نعمة مزفلان الصوتية، الأنسجة مخضر في الربط والتنسيق بالفقرات، الأخت نعمة درب في المحافظة العامة، والأخ نور الدين الوالي في الربط الهاتفي.